نقطة أخرى هشام، إذا كان مثلا كاين معيار أخر نقدر نضيفوه، إذا كان يقولوا هذا راهم نسبة قليلة من الشارع، ها النظام أصلا حتى اللي انتخبت عليها أيضا نسبة قليلة من الشارع، الدستور نتاعهم انتخبوا عليه أقلية الأقليات، يعني إذا كان هذم أقلية اللي تظاهروا حتى النظام أقلية، معناها الكل ما عندهمش، وين راه الشعب؟ الشعب اللي ما انتخبش الرئيس، الشعب اللي ما استبدلش على الدستور، الشعب اللي راهم قاطع لأن هو الأغلبية. ما دمت عندك 18% وطلعتها إلى 23%، ونقولوا بصح 23%، يعني ربع من الكتلة الناخبة استفتت على الدستور، ما كانت 23%، إذا أقلية، الأغلبية ما استفتتش. ما دام أنه رئيس الجمهورية ما صوتولوش، يعني يقول ماشي اللي معاه يشارك في الانتخابات الرئاسية حسب أرقام التصويت المزورة واللي هي رسمية مدعومة من 44%، 44% ما تمثلش حتى نص تاع الشعب، اذا رقم اغلبيه هذوك اللي ما صوتوش يسموهم، لما انت تجي منطقه كامله ما صوتتش 6%، واش تسميو هذه المنطقه؟ اذا الموضوع تاع الاغلبيه راه هو الاغلبيه تاع الشعب ضد العصابه، والعصابه معها اقليه، خير دليل هذا انتخابات ينظم العصابة ما عندهاش تمشي معها. نعم هذا الأمر واضح هشام، داروا الاعتقالات، داروا التهم، داروا كل شيء، منعوا، حاولوا يمنعوا المظاهرات، داروا التشويه عبر شبكة التواصل، يعني الدولة اللي توصل ما تلقاش غير الذباب الإلكتروني اللي دافع عليها، راهي خلات، راهي حتى أن وصلنا لوقت هشام ما نشوفوش وزير يطلع في حوار صحفي مع قناة أجنبية يدافع على النظام، كأنهم يحشموا. الآن هل ما هو الحل؟ أنت تقول أن هناك أزمة كبيرة وحقيقة هي أزمة كبيرة، تقول العصابة لازم تستجيب للشعب، وش راه لازم تدير؟ تروح تسلم الحكم، تدير انتخابات، وش راح تدير؟ عمرك ما تتنام السراق يرد لك ما سرق إلا بالسيخ، السراق ما يرد لاش مش سرق على بروف، هم أشكي يردوا شيء لسرقه ما ردوش، هذه واحدة. ثانيا التبون ما يقدرش يستعرف ويقول انه صح كان ازمه او يستقيل، او ما يقدرش لانه طرطور يخاف، يقول كان يستقيل يقتلوني، ولا يجي يقول لا، ما يقدر يدير حتى شيء، لانه هذا الجزيره عمرها ما عرفت واحد ضعيف الشخصيه على راسها كما، وبالتالي ما تنتظر منه حتى شيء. تبون يقدروا يضحيوا به، العصابة تضحي به، يرموه في الحبس يديروا واش يديروا. العصابة هذه واش عندها تقول لي تسمع الشعب ولا ما تسمعش الشعب؟ لا، ما هيش قادرة تسمع الشعب، وبالتالي يلزمها تضيع، كيفاش تطيح؟ يكمل الحراك، يضغط عليها باش ترحل. كيفاش راح يضغط عليهم؟ راح يخرج، يخلوهم يخرجوا على ارواحهم، اخرجوا اقعدوا، اخرجوا وادخلوا، اخرجوا وادخلوا، ويقعد عامل الزمن. نقول لك المعطيات صحيح واللي فيها قال عمليه، يعني يكون شيء منظم، قال اي نحن وقفه بدون نهايه، ما لناش نايبين اعتصام، يعني انا نحتلوا الشارع ليل ونهار، المجتمع الدولي راه يشوف اليوم، المجتمع الدولي راه يشوف هذه، ما مش يقول لك انا اسلاميين نديروا دوله اسلاميه، ما مش يقول لك نديروا دوله دايره، هذا يقول لك نحبوا الديمقراطيه، نحبوا دوله مدنيه. هل مازال الشعب يعول على المؤسسه العسكريه، وجود مثلا ناس ممكن يلعبوا دور؟ ما خطأ كبير انك تنتظر الحل من العسكر، لا، دوله مدنيه ما يديرها ليش العسكر، خطأ كبير. هذا المشكل بزاف جزائريين يفكروا، يقول لك العسكر هاي العسكر النهار يتدخل، واش ده؟ هاو زاد أكثر تجذرا من اللي كان عندنا نظام عسكري متستر، اليوم ولا عناني، ولا عناني ولكن جبان، ما يقدرش يقول أنا هو اللي راني معه.